فقال لدينا موضوع أخير في التسمية وهو compounds containing more than one double bond. إذا كان لدينا آصرة مزدوجة فنكتب in، أما إذا كان لدينا آصرتين مزدوجتين فنكتب داين، أما إذا كان لدينا ثلاث أواصر مزدوجة فنكتب تراين، أما إذا كان لدينا أربع أواصر مزدوجة في المركب فنكتب تتراين. فنأخذ أمثلة على هذا الموضوع حتى تكون الصورة واضحة لدينا. عندما نريد أن نسمي هذا المركب نرقم السلسلة 1, 2, 3, 4. لدينا آصرتين مزدوجتين فنقول 2-methyl-1-3-1-3-1-3-butadiene من أربع ذرات كربون butadiene. هنا داين لأن لدينا آصرتين مزدوجتين. فأعطينا رقم 2 لمجموعة المثيل لذرة كربون حامل مجموعة المثيل فـ2-methyl-1. أعطينا رقم لذرة كربون آصرة مزدوجة رقم 1 وذرة كربون آصرة مزدوجة رقم 3 1-3. عدد ذرة كربون في السلسلة 4 فبيوتا، وبين لدينا آصرتين مزدوجتين فأقول بيوتا داين. لدينا 2 double bond آصرتين مزدوجتين فـ2-methyl-1-3-butadiene. نأخذ مركب آخر رقم 1, 2, 3 فنقول 4, 5 3-methyl-1-cyclopentene لأن يحتوي على آصرة مزدوجة واحدة. ف3-methyl ذرة كربون رقم 3 حامل مجموعة المثيل ذرة كربون آصرة مزدوجة رقم 1 3-methyl-1 يعني مركب حلقي سايكلو وعلى ذرة كربون 5 بنتا وأنه يحتوي على آصرة مزدوجة واحدة فبنتين ف3-methyl-1-cyclopentene. نأخذ مثال آخر نبدأ بالترقيم ذرات الكربون 1, 2, 3, 4, 5, 6 فنقول 5-bromo 1-3-1-3-cyclo هكسا بينما 6 ذرات كربون وحلقي 6 ذرات كربون هكسا داين. إذن
5 برومو درجة الهالوجين بروم على كربون رقم 5 ف 5 برومو درجة العاصمة المزوجة درجة كربون رقم 1 ودرجة كربون رقم 3 إذا 1-3 بركب حلقي سايكلو على كربون 6 هكسا وبين عصرتين مزوجين داين إذا سايكلو هكسا داين. نأخذ مثال آخر عندما نريد أن نرقم هذا المركب نبدأ من اليسار نضع قدر أرقام بالمركب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إذا عدد الكربون في هذه السلسلة 7 ولدينا 3 أواصر مزدوجة فنقول 1, 3, 5, 5 هبتا على درجة 7 هبتا تراين لأن ثلاث أواصر مزدوجة 3 double bond تراين إذن 1, 3, 5 أعطينا أرقام ذرات الكربون للأواصر المزدوجة 1, 3, 5 وعدد الكربون في السلسلة 7 هبتا 3 أواصر مزدوجة فأقول تراين. نأخذ مثال آخر لما نريد أن نسمي هذا المركب أيضا نرقم نعطي الترقيم لهذه السلسلة فنبدأ من 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 4 dimethyl ميثيلين 1 methylene cyclohexane إذن 4 4 dimethyl 1 methylene cyclohexane هذا الكربون في الحلقة 6 إذن cyclohexane. إذن هذا كل ما لدينا في تسمية المركبات التي تحتوي على أكثر من عاصرة مزدوجة. نلتقي مع حضراتكم في المحاضرة القادمة في Preparation of Alkene في تحضير الألكينات.